إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الرحمن جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هذه الآية الكريمة يبين رب العالمين في هذه الآية أنه ما من نفس منفوسة إلا وستموت وتفارق هذه الحياة وتفارق ما في هذه الحياة من أهل وأموال وأولاد وتجارات وغيرها من متاع الحياة الدنيا. أيها المسلمون، وها نحن وإياكم في هذه الليلة صلينا على جنازة، واعلموا حفظكم الله أنه ينبغي علينا جميعا أن تكون قلوبنا متيقظة وأن تكون متنبها لهذا المصرع العظيم الذي سيهجم علينا جميعا والذي سينزل بنا جميعا. ولهذا كما سمعتم أيها الإخوة الكرام أن الله جل وعلا قد ذكر في كتابه أنه ما من نفس إلا وسيأتيها هذا الموت. أيها المؤمنون، ورب العالمين في كتابه الكريم قد وكل بهذا الموت ملكا من ملائكته، فقال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يا عباد الله، إننا كلنا اليوم
نعيش على ظهر هذه الحياة، ولكن لا يدري أحد منا متى سيموت، ولا يدري أحد منا أين سيموت، بل ولا يدري أحد منا كيف سيموت وكيف سيغادر هذه الحياة. يا عباد الله، إن العاقل اللبيذ يتنبه لهذا المصرع ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الموت ينقلك يا عبد الله من هذه الدار إلى الدار الآخرة لملاقاة رب العالمين سبحانه وتعالى. فما أعظمه من مصيبة، قال ربنا في كتابه: فأصابتكم مصيبة الموت، فأصابتكم مصيبة الموت، إنه مصيبة عظيمة. ولهذا إخوة الإيمان، ما أجمل يوم أن يحرص المسلم على الثبات على هذا الدين والاستقامة عليه حتى يلقى الله جل وعلا. ولهذا إخوة الإيمان، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموت يا عبد الله إلا وأنت على الإسلام، إلا وأنت متمسك بهذا الدين، سائر على نهج رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أنبياء الله يسألون الله جل وعلا أن يتوفاهم وأن تأتيهم المنية وأن ينزل بهم الموت على الإسلام. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما أحوجنا جميعا عباد الله إلى أن نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة التي يختم لنا في هذه الحياة الدنيا. هذا نبي الله الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، يسأل الله، يسأل الله حسن الخاتمة. يقول الله جل وعلا عنه في كتابه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هكذا إخوة الإيمان، هذا النبي الكريم يسأل الله حسن الخاتمة. بل أخبر ربنا في كتابه أيضا عن عباده وأوليائه وأنهم يسألون الله الخاتمة الحسنة والوفاة الطيبة، وأن يتوفاهم الله سبحانه وتعالى مع الأبرار. قال ربنا في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا فقنا عذاب النار إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. هكذا إخوة الإيمان يسألون الله جل وعلا الخاتمة الحسنة. عباد الله،
إن للخاتمة الحسنة علامات، علامات بها يعرف الأحياء أن هذا الميت ختم له بخاتمة طيبة مباركة. ومن تلك العلامات أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فقد جاء عند الإمام الحاكم من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك أيضا من علامات حسن الخاتمة الموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك ومن حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر، وقاه الله فتنة القبر. كذلك أيضا من علامات حسن الخاتمة الموت بعرق الجبين. فقد جاء الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا المؤمن يموت بعرق الجبين، بعرق الجبين. كذلك أيضا إخوة الإيمان قال عليه الصلاة والسلام: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريب. لا، فهذه خمسة أصناف أصحابها كانت لهم الخاتمة الحسنة: المطعون الذي يموت بمرض الطاعون، والمبطون الذي يموت بداء البطن، وماذا؟ والغريق الذي يموت غرقا في الماء. وهكذا صاحب الهدم الذي يتهدم عليه بناء أو جدار أو غير ذلك، والشهيد في أرض المعركة. كذلك أيضا من علامات حسن الخاتمة من مات بسبب الحريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحريق شهادة. نعم، كذلك أيضا من علامات حسن الخاتمة المرأة تموت في نفاسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمرأة تموت في نفاسها، تموت في نفاسها شديدة يجرها ولدها بشرره إلى الجنة. وهكذا إخوة الإيمان من علامات حسن الخاتمة أيضا أن يموت الإنسان وهو على طاعة من الطاعات، وهو على عبادة من العبادات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى إذا أحب عبدا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يتوفاه عليه، ثم يتوفاه عليه. إذا عبد الله احرص على أن تسأل الله جل وعلا، احرص أخي الكريم على أن تسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. فلقد كان السلف عندهم الحرص الشديد على سؤال الله حسن الخاتمة، كما صح ذلك عن الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله: أيها المسلمون، إن الخاتمة السيئة لتدل وتبشر بأن صاحبها على فقر عظيم في الدنيا والآخرة، والأعمال بالخواتيم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس نحمد الله تعالى أن يسر زيارة مشايخنا وإخواننا من طلبة العلم في هذا المركز الشامخ والقلعة الرازية، ونسأل الله عز وجل أن يقضي هذا الخير وأن يبارك فيه وفي القائمين على هذه الدار. وما كان المقام بمقام لنا لولا أن شيخنا الفاضل أبا عبد الله عبد الواسع السعيدي هو الذي تكرم بتقديمنا وأن نتكلم بين يديه. هذا إن رغب أن يتحدث بعد صلاة العشاء وإن شاء الله يتكلم، فهو المطلوب كلامه وما كلامنا كما يقال إلا تلبية لرغبته، وإلا فالمقام مقامه ومقام أمثاله. أبا علينا الكبسي جزاه الله خيرا الرحيل إنسان عن هذه الدار، وأن العامل اللبيب أن يبحث عن حسن خاتمة ليبقى الله عز وجل عليها. وذكر علامات عدة، وما أعظم أن يبقى العبد المؤمن ربه بخاتمة حسنة. وكان السلف رحمة الله عليهم أجمعين يخافون من سوء الخاتمة أي خوف، مع أنهم قد بلغوا في الخوف من الله وعبادته والإقبال عليه مبلغا عظيما، ولكنهم كانوا يخافون أن تسوء خاتمتهم. هذا سفيان الثوري رحمة الله عز وجل تخشى اشتد بكاؤه، فقيل له ما يبكيك أتخاف من الغم؟ قال رحمه الله تعالى والله لذنوبي أهون على الله من هذا، وأخذ شيئا من التراب. قال ولكني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. سفيان رحمه الله يخاف أن يلقى الله عز وجل كافرا، فماذا نقول عن أنفسنا؟ ليس عندنا مما عند سفيان الثوري رحمه الله شيء، ما عندنا من علم ولا من عبادته ولا من تقواه ولا من زهده ولا من إخلاصه ولا من ورعه ولا من جهاده ولا مما أكرمه الله به شيئا، ومع ذلك يخاف أن يسلب الإيمان عند الموت. هذا حال المؤمن، أنه يخاف أن تسوء خاتمته، فهو يعبد الله عز وجل على جناحي الخوف والرجاء، حال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أخرج الإمام الترمذي رحمة الله عليه وغيره من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، صححها العلامة الألباني في الصحيحة، لما نزل قول الله تعالى في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها يا رسول الله أهؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون أن يخافون أن يعذبوا على هذه العقوبات والمعاصي؟
أهم الذين خمرا ويخافون؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مصححا لها المفهوم، قال لها: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. هذا أيها المسلمون حال العابد الحقيقي، أنه لا يزكي نفسه فلا يغتر بما هو عليه من الخير من صلاة أو صوم أو زكاة أو علم أو ما أشبه من أنواع العبادات، فهو يعبد الله عز وجل راجيا من قبول عمله، خائفا من أن يرد عليه عمله. وما أعظم وأشد محبطات الأعمال وغالبها من داخل القلوب وخبثها، سواء من الشرك أو النفاق أو الرياء أو العجب أو غيرها من المحبطات التي تذهب بأعمال العبد شعره أم لم يشعر. كان أهل السلف رحمة الله عليهم إذا قرأ حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين في آخره: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كان من السلف رحمهم الله من أقض مرجعه أو منهم من أقض مضاجعه هذا الحديث. كان بعض السلف يقول: إني أخشى أن أكون قد كتبت في أم الكتاب شقيا، إني أخشى أن أكون قد كتبت في أم الكتاب شقيا. هذا حال الذين يريدون أن يحسن الله خاتمتهم، لا يغترون بعمل صالح قل ذلك العمل أو كثر، إنما يجتهدون في التقرب إلى الله تعالى بما أعانه الله عز وجل عليه، ولا يذكرون أنفسهم وهم بين الخوف والرجاء، سواء عملوا عملا صالحا في ليلهم أو نهارهم بسفرهم أو حضرهم. ويرون من الناس من إذا مات على سوء خاتمة يخشون على أنفسهم، عندما تنظر إلى أحوال الناس تتأخر خاتمتهم، إما من مات على بدعة أو مات على أغنية أو مات على شر. وقد ذكر العلامة ابن رجب حافظ رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم، ذكر أسبابا تجعل العبد تسوء خاتمته، وذكر منها قال: إما أن يكون في قلب العبد دسيسة باطنة أخفاها العبد عن الناس فأظهرها الله عز وجل في آخر حياته، إما من الرياء وحب المحمدة والثناء والسمعة أو النفاق، أو أن يكون على بدعة فيموت عليها فيختم له بها. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. إن العبد منا لا يأمن على نفسه، لقد كان من الصالحين المبشرين بالجنة من يخافون على أنفسهم. عمر الصديق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، إنه عمر الذي أقام الله عز وجل به الملة والدين والعدل بعد موت أبي بكر رضي الله عن الشيخين وعن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين. عمر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في سند أحمد، قال: يا عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا وطريقا غيره. الشيطان يهاب من عمر، يخاف منه، جعل الله عز وجل عمر بن الخطاب مسددا في الأقوال مسددا في الأفعال، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. ومع ذلك علم أن الرسول
الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قد ذكر أسماء جملة من المنافقين لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما كاتم السر. فكان عمر رضي الله عنه وارضاه كان إذا رأى جنازة لم يصلي عليها حذيفة رضي الله عنهما لا يصلي عليها عمر، يعلم أن هذا الميت من المنافقين. ويأتي عمر رضي الله عنه وارضاه الذي مات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو راض عنه، ومات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو راض عنه، أي عن عمر رضي الله عنه جميعا. وإذا به يقول لحذيفة لليمان: يا حذيفة، أسماني رسول الله فيهم؟ سكت حذيفة لأنه سر ومؤتمن على سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعاد عمر السؤال بيمين وقسم، قال عمر رضي الله عنه لحذيفة: ناشدتك الله يا حذيفة، أسماني رسول الله فيهم؟ يقول هذا الصدق وخوف. فقال حذيفة رضي الله عنهما: لا ولا أزكي أحدا بعدك، أي ولا أتحدث لأحد غيرك. فسبحان الله، إذا كان هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه ذلك الطود الشامخ الذي جمع الله عز وجل فيه من المناقب والخلال والأعمال والعبادات الذي فتح الله به الفتوح ومصر به الأمصار، ومع ذلك يخشى على نفسه النفاق. يروي البخاري رحمه الله في الصحيح: عندما طعن عمر رضي الله عنه وارضاه والدماء تنزف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ويأتي رجل يقف بين الناس أمام عمر رضي الله عنه وارضاه ويرى عمر الذي نشر العدل في ربوع بلاد الإسلام شرقا وغربا في الديار الإسلامية من أقصاها إلى أدناها رضي الله عنه، وإذا به يقول لعمر رضي الله عنه مذكرا شيئا من فضله: يا أمير المؤمنين، فتح الله بك الفتوح ونصر الله بك الأمصار، مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو عنك راض، ومات أبو بكر وهو عنك راض. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله وددت لو أني أنجو منها كفافا، لا لي ولا علي، وددت لو أني أنجو منها كفافا لا لي ولا علي. أي يريد عمر رضي الله عنه أن يلقى الله تعالى لا يحمل مظلمة أو ذنبا. فرضي الله عن عمر. أيها المسلمون عباد الله، ما أحرى الواحد منا وخاصة في هذه الأزمنة أن يسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمته وأن يثبته على دينه. إننا في زمن ما أشد الغربة فيه، صدق فيه قول محمد عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم رضي الله عنه وارضاه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في الحديث الآخر خارج صحيح مسلم لما سئل منهم فقال عليه الصلاة والسلام: قالهم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. في رواية قال: يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: يصلحون إلى فسد الناس. فما أشد الغربة أن تكون في زمن ينظر إليك على أنك غريب في بيتك. قال ابن القيم رحمة الله عند السالكين: قال غريب في دينه لفساد دينهم، غريب في عقيدته لفساد عقيدتهم، غريب في أخلاقه لفساد أخلاقهم، غريب في معاملاته لفساد معاملاتهم. فيا لله، ما أشد الغربة في هذا الزمان. يحتاج المسلم أن يسأل الله أن يثبته على هذا الدين ويموت عليه. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديثه ما
معاوية بن سفيان رضي الله عنه البيان الله عليه: إنما الأعمال كالوعاء، فإذا صاب أسفله صاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وإلى كلمة شيخنا الفاضل الشيخ حسين الشراعي جزاه الله عز وجل خيرا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ومنها أن وفقنا لزيارة إخواننا في هذه الدار العامرة المباركة، رحم الله مؤسسها وحفظ المشايخ القائمين عليها وسائر إخوانهم وطلابهم في هذه الدار العامرة التي نفع الله عز وجل بها وبالقائمين عليها وبطلابها، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فنحمد الله عز وجل أن وفقنا لزيارتكم واللقاء بكم في هذه الدار العامرة، ونسأله سبحانه أن يعطينا خير ما يعطي المتزاولين فيه، وأن يكتب للجميع الأجر والمثوبة. وشكر الله للأخوين الفاضلين عبد الرحمن الكبسي ومحمد بن طاير على الطيبتين النافعتين. وأتكلم في هذه الدقائق اليسيرة حول أمر لعل الله عز وجل أن ينفع المتكلم أولا ثم السامعين ثانيا به. وهذا الأمر أمر في غاية الأهمية، ورد الحث عليه كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهو اغتنام الفرص. فإن أعمال الخير تتهيأ للإنسان في وقت دون آخر، ويمكنه العمل بها في عمل في وقت دون وقت. فإذا وجد الإنسان الفرصة لعمل الخيرات فعليه أن يبادر وأن يسارع لاغتنام الفرص قبل فواتها. فإن من تهيأ له عمل من أعمال الخير فلم يغتنمه وفتحت أمامه فرصة فلم يهتملها، حين بينه وبين ذلك العمل إلا أن يشاء الله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: فاستبقوا الخيرات. وهذا الأمر يشعر بأن الخيرات تفوت، يشعر بأن الخيرات تفوت الإنسان إذا لم يحرص عليها. لم يقل اعملوا الخيرات،
بل قال في هذه الآية فاستبقوا الخيرات. وهذا اللفظ كما يقول بعض أهل العلم يشعر بأن الإنسان يسابق العمل، فإذا لم يسبق العمل سبقه العمل، إذا لم يسبق العمل فيغتنم ويعمل به فإن العمل يفوته ويسبقه. فاستبقوا الخيرات. فلهذا ينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم وهو في دار من دور الحديث يسر الله له طلب العلم، ينبغي أن يعرف قيمة وقته وأن يعرف قيمة النعمة التي يعيشها. فأنتم والله في نعمة عظيمة جزيلة حرمها أكثر الناس ووفق الله عز وجل لها من شاء من خلقه. فما دام طالب العلم في دار من دور الحديث يسر الله له بمن يعلمه، ويسر الله له بمن يدرسه، ويسر الله له بالمهد، غنيمة عظيمة إذا تساهل الإنسان باغتنامها، فما هو إلا أن يحال بينه وبينها. جاء عند الإمام الحاكم في المستدرك وصححه العلامة الألباني رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل وهو يوصيه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وصايا خمس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الرجل الذي يوصيه، وهي وصية لنا جميعا، اغتنم، يعني هذه غنيمة أمامك ستفوت، فالشباب لا يبقى، والصحة لا تدوم، والغنى كذلك لا يدوم، والحياة لا تدوم. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. فالشاب يجد من النشاط والحدة ما لا يجده الكبير، وصحتك قبل سقمك، فالمرض يحول بين الإنسان وبين ما يريده من العمل. قال وغناك قبل فقرك، لأن الإنسان يستطيع أن يعمل في حال الغنى ما لا يستطيع عمله في حال الفقر. وفراغك قبل شغلك، تأتي شواغل تشغل الإنسان بعد أن كان يجد من الوقت ما بإمكانه أن يحقق فيه من أعمال الخير ما لا يعلمه إلا الله، فإذا تساهل جاءت أمور تشغله وتقول بينه وبين عمل الخير. وبعد ذلك القاطع الأعظم وهو الموت. قال وحياتك قبل موتك. أما الموت فيقطع الإنسان عن جميع الأعمال، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. فإذا لم يستغل الإنسان الفرص التي تتهيأ أمامه فيوشك أن يحال بينه وبينها. وما أحسن ما قاله ابن أبي الحديد كما نقل ذلك عنه الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء، قال ليس في كل حالة إحسان فأمكنت فرصة فبادر حذرا من تعذر الإمكان. يقول ليس في كل حالة وفي كل أوان أي وقت تتهيأ مراتب الإحسان، ليس في كل وقت يتهيأ للإنسان أن يعمل من الخير ما يريد، فإذا أمكنت فرصة فبادر حذرا من تعذر الإمكان، حذرا من أن يحول بين العبد وبين عمل الخير شواغل تشغله عن ذلك.
واغتنم الفرصة، إن الفرصة تصير إن لم تنتهزها غصة. نعم، الفرص إذا لم ينتهزها الإنسان عادت عليه بالغصص. وكذلك يقول أبو الفتح البصري رحمه الله في قصيدته عنوان الحكم: أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإحسان إمكان. إذا كان عند الإنسان إمكان لعمل خير، لعمل من أعمال الخير، فليسارع إلى ذلك، فلا يدوم له ذلك التهيؤ والإمكان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يذكر فوائد من قصة الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الذين تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله عنهم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يذكر فوائد هذه القصة، قال: ومنها أن الإنسان إذا تهيأت له فرصة القربة فالحزم كل إذا تهيأت له فرصة القربة والعبادة فالحزم كل الحزم في انتهازها، والعجز في التأخر عنها. فإن الإنسان إذا تهيأت أمامه فرصة عمل الخير ولم يبادر إليه كان من عقوبة الله عز وجل عليه أن يحول بينه وبين عملها، فلا تأتيه إرادة بعد لذلك العمل، كما قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال: فمن لم يستجب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر حال بينه وبين عمل الخير بعد وبين إرادة الخير بعد ذلك، ومصداق ذلك في قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وفي قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وفي قوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني أبان لهم ما يتقون فما فعلوا فأضلهم. قال: وذلك في القرآن كثير، يعني الآيات التي تدل على هذا المعنى أن الإنسان إذا تهيأت له فرصة الخير فلم يبادر إليها حيل بينه وبين عملها بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم، يقول أبو سعيد رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فإن قوما لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا الحديث فيه تهديد شديد لمن يتأخر عن عمل الخير، وفي كلام معناه للعلامة بن عثيمين رحمه الله قال: وهذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان إذا تأخر عن العبادة التي تهيأت له فيوشك أن يبعده الله عن مواطن الخير كلها، عياذا بالله. إذا كان الإنسان تتهيأ له فرص الأعمال الصالحة فيتباطأ ويتكاسل عن المبادرة والإسراع إليها فهذه العقوبة تناله، إلا أن يتداركه الله برحمته يؤخره الله عن جميع مواطن الخير. فأعمال الآخرة الذي ينبغي للمسلم أن يسارع ويسابق إليها، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا هممت بعمل من عمل الآخرة فبادر إليه وأسرع قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان، قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان، لأن الشيطان عن العمل الصالح إذا كان الإنسان
عنده همة وعزيمة قوية، يحاول أن الآخرة يأتي له بالتسويف فيسوف، وبعد ذلك يترك العمل بالكلية. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. تأتي الهمة وتتحرك، فإذا لم تغتنم هذا التحرك سكنت وبردت الهمة وعجلت عن العمل بعد ذلك. فعمل الآخرة مطلوب فيه المسارعة والمبادرة. ولهذا جاء عند الإمام أبي داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء خير. تؤدة مطلوبة في الأمور، قال: إلا في عمل الآخرة. مطلوب فيه الإسراع والعجلة والمبادرة إلى العمل الصالح متى ما أمكن. ولهذا قال موسى عليه السلام لما قال الله عز وجل له وهو ذاهب لميقات ربه وقومه فسبق قومه، قال الله عز وجل له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. عجل إلى الله ليرضى عنه. فالعجلة في أمور الآخرة والمبادرة والإسراع إلى الأعمال الصالحة مطلوبة، لأن الإنسان قد يعرض له ما يحول بينه وبين عمل الخير. فلهذا إخواني نحن في نعمة عظيمة يجب أن نعرف قدرها. طالب العلم يجب عليه أن يعرف قدر النعمة التي هو فيها، وأن يستغل أوقاته ويعمرها بطاعة الله عز وجل. يستغلها في طلب العلم، في الحفظ، في المذاكرة والمراجعة، في حضور الدروس، في غير ذلك. فإنه في نعمة، إذا لم يرعى قدر هذه النعمة فيوشك أن تزول عنه. قال بعض السلف: من فتح له باب من أبواب الخير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. ويروى هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، فيه ضعف، ولكنه جاء عن بعض السلف. نعم، من فتح له باب من أبواب الخير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. أنت الآن تطلب العلم، ربما لك عارض تحتاج أن تذهب فتعمل، تحتاج أن تذهب فتشتغل، يصرفك عنه أي صارف من الصوارف. لكن إذا كان الإنسان يستغل أوقاته ويعمرها بطاعة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يهيئ له أبواب الخير ويفتح له سبله ويهيئ له أسبابه. والكلام فنكتفي بما ذكر، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير ويجنبنا كل شر وغير. نسأله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا، ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا تمسكنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ هذه الدار العامرة بالخير، وأن يديمها عامرة بطاعته، وأن يحفظ سائر دور الحديث القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ إخواننا جميعا القائمين على هذه الدار من المشايخ وطلاب العلم، إنه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.